المهم ان احنا نتكلم عن طريقتين جبارين ومميزين جدا للتخلص من النمل، سواء كنا نتخلص منه في الحديقة او حتى في البيت، وكمان نتخلص من اغلب الحشرات المؤذية الموجودة في الحديقة واللي موجودة كمان في المنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاكل النمل المتكررة في الحديقة او في البيت، موضوع بيتكرر كل سنة في خلال فصل الصيف وكلنا بنعاني منه بشكل كبير جدا في الحديقة وفي البيت وفي كل مكان، وبيؤدي إلى مشاكل كبيرة في النبات. طبعا النبات احنا بنتعب فيه وبننتظر فترات طويلة، سواء كنا زارعين خضروات أو نباتات زينة، لأنه طبعا بيدور على المكان اللي فيه نسبة رطوبة وبتدار من أشعة الشمس، فبيضطر إن هو يعني ينزل أو يحفر تحت جذور النبات، فبيؤدي طبعا إلى دخول الهواء تحت جذور النبات والنبات بيموت. مش كده وخلاص، ده كمان في نوع من أنواع النمل الواحد بيكون شغال في الحديقة فبيدخل في الجسم ويبتدي إن هو يجرس يعني جرسات صعبة جدا سبب أذى بالنسبة لنا، وأي حاجة بتسبب أذى وبتسبب ضرر للإنسان أو خسائر لازم نتخلص منها. هنستخدم أولا طريقتين زي ما تكلمنا كده وقلنا في الأول. الطريقة الأولى هنستخدم فيها ثمرة شجرة جرس الطيب، كلنا عارفينها طبعا إن هي من الأشجار دائمة الخضرة. هنستخدم الثمار بتاعتها، الثمار بتاعتها بتتباع عند العطار بشكل متوفر في كل مكان على مستوى العالم، لها مفعول مميز جدا في التخلص من النمل والتخلص من أغلب الحشرات. وجرس الطيب بتستخدم كتوابل وبتستخدم كبهارات، بنضيفها للمأكولات وللمخبوزات وللحوم وللدواجن، وفي ناس كتير بتستخدمها كمقاوم جنسي، لها ريحة مميزة جدا تفضل فترة طويلة من الصعب انك انت تتخلص منها. لها طرق معينة في الاستخدامات لان هي لها اضرار صعبة جدا في حالة استخدامها طبعا بكميات كبيرة، بتسبب امساك شديد وعاقة في التبول وقلق وتوتر وهبوط في الجهاز العصبي المركزي، ولها تأثير يشبه تأثير المخدر بالضبط، بتسبب الدوار وبتسبب الهلوسة وبتعمل عدم انتظام في ضربات القلب وبتسبب في الآخر التسمم وتؤدي إلى الوفاة. لذلك ان احنا نستخدمها مع النمل ونستخدمها مع الحشرات بس بطريقة مميزة. بعد ما بشرنا ثمرة واحدة بس عشان نضربها في المطحنة بتاعت الخلاط، هنضيف عليها اي مكون موجود عندنا، سواء كان شوية رز شوية مكرونة شوية سكر شوية ملح، عشان يختلطوا ببعضهم. يبتدي النمل او اي حشر عندنا، حتى لو صراصير او اي حشر عندنا في المنزل، يبتدي ان هو يأكل منه، هيوقف الجهاز العصبي ويسبب التسمم، مش هيكمل بمجرد او ما بينزل في المعدة بتاعته مش هيكمل حاجة بسيطة ويبتدي ان هو يموت على طول. ده بالاضافة الى رائحته المميزة جدا اللي بتطرد الحشرات، حتى لو حشرة ما كرتهاش الريحة بتاعته بس بتعمل طرد لكل الحشرات وبتخلي الحشرات تنفر من المكان وتسيب المكان وتبعد بشكل ملحوظ. وبكده احنا عندنا خليط صناعة منزلية امن جدا على الانسان بدون اي اضرار. هنبتدي ان احنا نرشه في الاماكن اللي بتهيد فيها النمل، وخصوصا البيت اللي هو بيكون فيه النمل. هيبتدي النمل يسحب كل الاكل ده كله وياخده في الداخل، وفي خلال حياة بسيطة خالص هيبتدي النمل ده كله يختفي، سواء كان هيموت او هيمشي، طبعا بالاضافة لاي نوع من انواع الحشرات، لانه بيأثر على الجهاز العصبي لكل الحشرات، فبالتالي ان احنا هنتخلص من كل الحشرات حتى الصراصير كمان في المنزل. هنبتدي ان احنا نرشها على جوانب الحوائط، ومفيش كمان اي مشكلة ان احنا نرشها على النبات حتى عشان نتخلص من حشرات المن والحشرات الثاقبة، كل الحشرات اللي بتأذي النبات نستخدمه في اي وقت، مفيش اي مشكلة فيه خالص، سواء كان في ارتفاع في درجات الحرارة او في فصل الشتاء مفيش اي مشاكل فيه خالص. ومننساش كمان ان ثمار جوز الطيب فيها فيتامينات قوية جدا وفيها عناصر زي الحديد وزي المغنيسيوم والكالسيوم بنسبات عالية جدا، يعني كمان النبات بيستفيد منه كمغذي. الطريقة التانية للتخلص من النمل تخلص من كل الحشرات زي ما انتم شايفين، هنستخدم الكلور او مبيض الملابس اللي احنا بنستخدمه في الغسيل في المنزل، ده بيقضي على كل الحشرات بشكل فعال جدا في المنزل وفي الحديقة وفي كل مكان. تخلي بالنا كويس، ممنوع نهائيا رشه على النبات او على الاوراق لانه بيحرق النبات بشكل مباشر. 50% كلور و 50% مية، بغض النظر عن الاناء اللي احنا هنستخدمه ونشتغل بيهم. طبعا هو بيشتغل بالتلامس، يعني بمجرد ان هو اول ما بيلمس الحشرة بتموت في ثواني.
وده نستخدمه كمان مع كل أنواع الحشرات، وممكن نرش بالبيت أركان البيت في الزوايا في أي مكان بتتواجد فيه حشرات بتضر بينا لازم نرشه. خلي بالنا كويس إنه طبعا بعيد عن الأكل وبعيد عن الحياة اللي احنا بنستخدمها. وكده احنا نتخلص من كل الحشرات في البيت وفي الحديقة. لو عندك الحلزونات أو القواقع بتسبب لك أي مشاكل يا ريت تكتب لي في التعليقات واحنا نعمل فيديو إن احنا نتخلص منها في منتهى السهولة. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.